نعم. فما بالنسبة للقارئ يا شيخ، ما هي الأماكن التي يجوز أن يمسكها من المرأة؟ هل له حق يمسك الرأس ويمسك غير ذلك القارئ؟ يعني الذي يقرأ عن المرضى؟ نعم. والله ما أرى له ذلك مهما كان، لا يضع يده على موضع الألم بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فإنه من المستحسن أن يضع الرجل يده على موضع الألم ويقول أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، وما أشبه ذلك مما ورد به السنة.